من عجب الجمعة الماضية هنا على المنبر كنت أناجي حضراتكم وأناجي العالم وأناجي الشعب المصري بأن يحافظ على الوطن وعلى مقدرات الوطن في 25 يناير القادم، أليس كذلك؟ حصل ولا حصلش؟ يوم السبت كان على صفحات الجرائد هذا الكلام بأنني أناجي ما ضمنه الله عز وجل للعباد تكريما.
الحرية، العدالة. الله عز وجل عدل بين الخلق أجمعين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو القضية بمؤمن وكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لو في أن تطلق إنسان ثم جئت لتحكم بينه وبين شخص أنت تحبه اعدل بينهما. أنا قلته في الجمعة الماضية.
تذكرون